السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رضا من الأردن. نعم؟ رضا من الأردن. ألو. ماذا قلت؟ ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. رضا من الأردن معك. رضا من الأردن معي. أيوة يا شيخ. هات يا رضا. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أعطانا له. تفضل. الله يا شيخ، بس كان في بعض السؤال كده بدي أسألك، بس يعني ما حكم المبالغة في الوضوء، أو مثلا يعني إذا الواحد بتوضى ودخلت بعض الماء في جوفه، يعني غصب عنه يعني. عفوا، دخل الماء فين؟ في جوفه يعني غصب عنه. لا غصب عنك يعني، وبتمضمض. لا يا، وأنت بتتمضمض، غلبت ودخلت بعض القطرات في فمك رغم عنك، أتم أيوة صيامك بقى يعني. أتم صيامك بارك الله فيكم. يعني لا حرج زي يعني، ما فيش حكم ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم. بارك الله فيكم.